بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال وردنا من محافظة السويس، السائل بيقول هو بيشتغل في إحدى شركات البترول وبيتغيب عن المنزل بالأسابيع، ومشكلته إن هو لما بيرجع وبيبقى في لقاء مع الزوجة بيكون في عنده سرعة قصف، وإن المرات التالية بتكون الدنيا كويسة، والحكاية دي بتضايقه جدا لأن هو يعني خايف لا يكون في عنده بوادر مشكلة. لا طبعا دي حاجة عادية جدا، هو ده اللي عنده ده حاجة اسمها congestion أو احتقان. هو في العلاقة الزوجية العادية بيبقى في حاجة اسمها إفراغ منتظم، إن الزوج متعود إن هو يمارس العلاقة باستمرار فبيحصل إفراغ منتظم للمخزون اللي جوه. الإفراغ ده بيخلي الوضع عنده مستقر، لما يبقى في فترة يقعد فيها من غير ممارسة بيبقى في احتقان أو امتلاء بالمخزون ده جوه، خاصة في البروستاتا. فطبعا لما يجي اي لقاء جنسي او استثاره يحصل افراغ سريع للمخزون اللي جوه، فدايما يبقى في سرعه قصف في اللقاء الاول، لكن دايما بيلاقي لقاء تاني الدنيا كويسه، وفي الايام التانيه بتبقى الدنيا كويسه، ودي حاجه عاديه جدا ما فيهاش شك. شكرا.